معنا الآن مشاهدينا من الرياض حمود الزيادي أو حمود الزيادي الباحث في الجماعات المتطرفة. أهلا بك أستاذ حمود معنا. إذن يعني كيف يمكن أن نقرأ هذه الخطوة السعودية انتشار الطائرات الحربية السعودية في قاعدة أنجرليك التركية؟ هل هي تمهيد لدخول المعركة بريا من قبل السعودية؟ صباح الخير لك والمشاهدين. الحقيقة أنه هذه مؤشرات تحضيرات، بالتأكيد هناك خطوات قادمة، لكن حديث العميد العسيري واضح أن هناك بانتظار الترتيبات الدولية لوجود التحالف الدولي، لابد من قطاع دولي ودخول يعني واتفاق الولايات المتحدة تقود هذا التحالف، وأيضا مشاركة من الناتو. أعتقد الوجود لأول مرة الطائرات السعودية في قاعدة أنجرليك التركية هي مؤشر جاد على أن التحضير هناك لتهيئة مسرح العمليات وغرفة عمليات لإدارة الدخول البري. أعتقد أن السعودية تريد نزع هذه الورقة، ورقة داعش الذي استخدمها الجميع، استخدم الروس، استخدم النظام السوري، استخدمها الإيرانيون، استخدم الجميع لضرب الثورة السورية وضرب وتفتيت الدولة السورية، وبالتالي لابد من نزع هذه الورقة. السعودية هي الدولة الوحيدة الجادة في محاربة الجماعات المتطرفة، وهي القادرة على ذلك، لأن الهدف واضح وهي القضاء على هذا التنظيم الإرهابي الذي يعني هدد الأمن السعودي من خلال الأراضي السورية، وأيضا هدد الأمن العالمي، وأيضا يعني خلط الأوراق في الأراضي السورية وجعل الجميع يعبث في الثورة السورية. هذا التحول يجب أن يكون، ويجب أن يكون جادا. إلى أي مدى سيكون لها تأثير بالفعل مشاركة يعني الطائرات الحربية السعودية في هذه الحرب على داعش من الجو مع قوات التحالف في الدولي طبعا في سوريا، تأثيرها على الأرض؟ بالتأكيد الحرب الجوية والقصف الجوي لم يكن ذا جدوى بشكل مؤثر على مكونات وحركة تنظيم داعش. لطبيعة هذه التنظيمات الإرهابية لا يمكن أن تقضي عليها من خلال قصف جوي، هذا عمل نوعي وإضافي، لكن لابد من وجود قوات على الأرض. ولم يكن هناك طوال منذ سبتمبر، يعني السعودية شاركت من 11 سبتمبر 2014 في التحالف الدولي لضرب داعش في سوريا تحديدا، وليس العراق بالمناسبة، يعني السعودية لم تشارك في ضرب داعش في العراق، لذلك ولم يتحول أي تأثير يعني على الأرض في تقليص وجود داعش، على العكس هناك استفادة من زخم هذا القصف الجوي، وبالتالي وظفوا تنظيم داعش، لأن هناك لم يكن هناك وجود على الأرض. يعني الجيش الحر لا يمكن أن يذهب ويحارب داعش ويترك النظام السوري، النظام السوري لا يذهب ويحارب داعش ولا يعبي هذا الفراغ، لابد من وجود قوة أخرى تعبي هذا الفراغ وتساعد الجيش الحر في التنظيم هناك على الأرض. طيب أعتقد قوات خاصة سعودية وبعض دول طيب يعني قبل أن يدركنا الوقت، أيضا مناورات رعد الشمال، هذه المناورات العسكرية التي تحصل في السعودية، تشارك فيها أكثر من 20 دولة إسلامية وعربية، إفادتها أيضا في هذه الحرب يعني على الإرهاب؟ بالتأكيد هذه من الخطوات المهمة. المملكة منذ مارس حينما يعني شنت دعم للشرعية في اليمن، وهي تقود محاولة إعادة توازنات المنطقة. المنطقة يعني الحرائق يعني مشتعلة في كل مكان، السعودية تحاول تطفئ الحرائق بهذه الخطوات العسكرية والسياسية والدبلوماسية، وهي تفعل ذلك، وهي تخفف من حالة الاحتقان والتوتر في المنطقة عبر إجراءات ومبادرات. الدول الإقليمية كإيران واللاعبين مفسدين في المنطقة، التدخل الدولي لم يحرك يعني أو يعيد التوازنات. المملكة تقول هذه التوازنات مع تحالفات عربية وإسلامية، وأعتقد أن هذا رعد الشمال جزء من هذه الرسالة التي ترسلها للتدخلات الغير عربية في المنطقة، لإيران وسواها. وبالتالي أنا أعتقدها من الخطوات الرئيسية لإعادة التوازنات في المنطقة. شكرا جزيلا لك حمود زيادي الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية، كان معنا من السعودية.